مساء الخير. ضيفنا الليلي من ألمع نجوم جيله، قدم العديد من الأفلام والمسرحيات اللي حققت نجاحاً مبهراً في عالم الفن. ابتعد عن الفن فترة ولكنه عاد إليه، إنما على طريقته الخاصة. له العديد من الأفكار الدينية والسياسية، والتي طبعاً سنتعرف عليها في حلقة الليلة بمنتهى الجرأة والصراحة. محمود الجندي في 100 سؤال. الفنان القدير محمود الجندي بضيافتنا لهذا المساء. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك، مساء الخير. نورت استوديو 100 سؤال. الله يخليك، منور بوجود. وقلنا الشرف انك تكون بضيافتنا الليله، مع العلم انك مقل بالظهور الاعلامي، فهيدا شرف كثير كبير لنا. شرف لينا احنا كمان، شكرا مرسي. اللي خليك توافق تشارك معنا في البرنامج ده؟ سمعت البرنامج اولا وسمعت المحطه، يعني ما بحبش أشارك إلا لما يكون كلام له فايدة أو مهم أو مفيد. يا رب يكون كلامنا الليلي كله إفادة يا رب. برجع برحب فيك، وفي عنا بداية البرنامج لو سمحت تعهد. أيوة، حطلب منك سأرى أقرب صوت عشان يبقى مدموع. تأكيد. أتعهد أنا المواطن محمود الجندي أن أكون أكثر صراحة ومصداقية وجرأة وقدرة على مواجهة أي سؤال أو اتهام بكل شفافية، ملتزما بقواعد برنامج 100 سؤال، وحريصا على حق المشاهد في معرفة الحقيقة كاملة. كاملة. أنا المواطن الفنان. أنا المواطن الذي يعمل بالفن. نعم. امضاءك لو سمحت. عمري حاضر. محمود الجندي. الجندي. محمود الجندي، أخاف من الخيانة. أحب في المرأة الإخلاص. لقبي المفضل الحج محمود الجندي. الحج. وصفي في كلمة. إنسان بسيط. أغير من عمل جيد أنا مش فيه. لا أتنازل عن المصداقية. عيبي الكبير المجاملة. متكامل؟ آه. أقرب شخص ليا الإنسان الصادق. أحب وأكره في شكلي. ماذا تحب وماذا تكره؟ أحب في شكلي صعب جدا. طب ماذا تكره أكثر؟ يعني مش لاقي، يعني لأن ما ببصش لنفسي كتير. يعني شكلي ما بيشكلش حاجة بالنسبة لي، لأن هو طول الوقت. ثانوي. طيب نقطة ضعفي. أبنائي أو أولادي. الله يخلي لك يا الله. دول كانوا أول 10 أسئلة. هنتوقف مع فاصل إعلاني وننتقل إلى الطاولة والمزيد والمزيد مع محمود الجندي. الفنان القدير محمود الجندي بضيافة 100 سؤال لهذا المساء، برحب فيك مجدداً. أهلا وسهلا، ورح نبتدي بالمحطات السريعة. رح نبتدي بأبيض وأسود. أبيض وأسود، الإجابات رح بيكونوا بنعم أم لا. ومثل العادة للاستطراد مكانته عند حضرتك وعندي. جاهز؟ أوكي. نبتدي بالسؤال الأول. تفضل. عودتي إلى السينما بعد غياب 14 عاما في فيلم واحد من الناس، دعما لابني أحمد عندما كان مساعد مخرج، نعم أم لا؟ لا، مش دعم له. وليه شاركت فيه؟ وليه كنت مبتعد كل هالفترة وقررت هذا الفيلم تحديداً الرجوع؟ أحمد نادر جلال كمخرج أنا بعتبر واحد من أبنائي، كريم عبد العزيز كبطل سينما بعتبر ورد واحد من أبنائي. لما عرضوا عليا الفيلم الحقيقة يعني، وبلال فضل كمؤلف، حسيت بأن ده فيلم يستاهل العودة، لأنه أنا حطيت نفسي مكان هذا الأب، ولو أنا بكلم أحمد ابني أنصحه بإيه؟ فكان في موقف إنساني يجب إن هو يعني إيه ينشر والناس تناقشوا بينها وبين نفسها.
أنصح أولادي بإيه؟ أربيهم على إيه؟ الصدق منجي ولا ماين ومشي أمورك وعلشان تنجو بنفسك؟ فكان بيناقش قضية يعني إنسانية تربوية كويسة. اقتنعت بالدور، هذا اللي خليك تعود. وأنا مقتنع بأحمد نادر جلال وزاد اقتناعي بيه بعد ما اشتغلت معه في الفيلم يعني. خلعت الجلباب الأبيض حتى لا أسيء إلى شكل المسلم الصحيح، نعم أم لا؟ نعم. كنت تعرضت للسخرية أثناء ارتدائك للجلباب الأبيض؟ تعرضت ليه؟ للسخرية وللانتقادات؟ آه، وده السبب من الأسباب اللي خلاني قلت الله وأنا بلبس ده، ده أنا مرتاح نفسيا فيه، مش بلبسه علشان الناس تتريق عليه، لأن الإسلام ملوش زي ده، مش زي إسلامي ومش زي ديني، وما هوش بيعبر عن أي حاجة أكتر من قناعتي الشخصية أنا مرتاح نفسيا فيه. فمش عشان أنا مرتاح نفسيا أدي فرصة للناس إنهم والناس اللي بتسخر مش بيكرهوني، لا، هي متعة السخرية، متعة السركازم عندهم بس، لأي حد يعني، لأي حد يعني. طب إيه اللي خلاك تلبسه؟ الراحة النفسية زي ما قلت لحضرتك في الأول، أنا ارتحت نفسيا في اللبس ده، حسيت فيه براحة، فقلت الإنسان يلبس اللي يعجبه مش يلبس اللي يعجب الناس. يعني ياكل اللي يعجبه ويلبس اللي يعجبه، مش زي المثل اللي بيقول كل اللي يعجبك ولبس، أو البس اللي يعجبك وكل اللي يعجب الناس. نعم، ما ينفعش يعني، اعمل الحاجة اللي انت بتحبها ومقتنع بيها وتحمل مسؤوليتها تبعتها ايه. فاللبس ده كان مريح بالنسبة لي، كان شكله حلو، ان انا لما بسافر بره بيبقى معروف على طول ده ايه في اي مطار المطارات اللي بدخلها، فكنت ببقى حريص ان انا اكون سفير كويس لهذا الدين، سفير كويس لهذا اللبس، كان بيحملني مسؤولية أكبر. ولكن كانت الانتقادات والسخرية اكبر بكتير من انك تتحمله لفترة طويلة. بالزبط. هل صار في تصادم حول هذا الموضوع بينك وبين عادل امام؟ حسب ما قيل انه كان في كتير نوع من السخرية والانتقادات كان يوجهها عادل امام بسبب لبسك للجلباب الابيض. عادل امام كوميديان وجواه بتغلب عليه هذه الروح، حتى في علاقاته بينا في الاعداد الخاصة بتغلب عليه روح ان هو ينقش اللي قدامه باي حاجة غير تقليدية، بكلمة غير تقليدية، ما كانش بيقصد منها الإساءة، إنما هي روحه المرحة أو روحه السخرية اللي عنده من كل حاجة في الكوميديا كانت هي اللي بتدفعه لأنه هو يعمل ده، فما كانش يعني مجال المصادمات. وأنا بطبيعتي يعني بهرب من التصادم دايما لما يكون موقف أنا حس إنه نهايته تبقى ممكن تبقى مش كويسة. تقبلت بصدر رحب يعني الأمور والتعليقات. بالضبط. التلفزيون المصري رفض ظهوري على شاشاته بالجلباب في عهد مبارك، نعم أم لا؟ نعم. ببرنامج البيت بيتك صح؟ لا. أي برنامج؟ والله مش فاكر اسم البرنامج، لأني يعني أنا كرهت الموقف كله. حصل ساعت. إيه؟ كنت رايح مفروض استضافة برضو كده على الهواء، وبعد ما دخلت الاستوديو لقيت بعد شوية في ربكة والجو مش مريح وبيتأخروا، وقلت لهم في ايه يا جماعه؟ قالوا معلش اصل التلفزيون هتنقل على الهواء، ينقل حاجه من بره، فمش هنقدر نطلع على الهواء دلوقتي، فممكن نسجل وبعدين نذيع وقت تاني. قلت لهم لا، لازم اعرف السبب يعني، انا ما بحبش اسجل، انا بحب اذيع على الهواء على طول علشان ابقى مسؤول، لان كان حصل قبل كده في التلفزيون طبعا ياما كتير حاجات سجلت وتغير منتجها فبيغير معنى الكلام اللي بقوله، فاصريت ساعتها ان انا اطلع على الهواء بشكل مباشر. فقالوا لي لا، بس في ظروف البرنامج مش هيطلع الهواء دلوقتي، فلما اصريت عرفت من احد الخبساء يعني ايه السبب يعني، فقالوا انهم رفضوا ان الجلباب وكذا، فقلت خلاص مش هرغمكم يعني على هذا الموضوع. ولا فكرت تغير ولا فكرت تبدل بهدومك؟ لا بالعكس، انا بس قلت بعدها ان إذا كان وزير الإعلام اسمه الفقي والفقي ما بيحبش اللبس الجلابية ليه؟ يعني يبقى في حاجة سر في التباس بالموضوع. ده كانت بداية اللي فكرت فيها أنك ممكن تغير وتقلع الجلباب، يعني دي الخطوات التمهيدية كانت فيما بعد؟ لا، الموضوع ده بصراحة ما أثرش فيها، ما خلانيش أفكر خالص. بل بالعكس، ده زادني إصرار، إنما هي السخرية هي اللي خوفتني لا أكتر. السؤال اللي بعده،
كان عندي أمل أن تتغير صورة الإخوان السيئة التي رسخها نظام مبارك للناس، ولكنهم فشلوا، نعم أم لا؟ مين اللي فشلوا؟ الإخوان يعني أنهم يغيروا صورتهم؟ تتغير صورتهم بأذهان الناس. آه طبعا فشلوا في أنهم يغيروا صورتهم وأساءوا إليها. أرفض تمثيل الفنانات المحجبات ويجب احترامهم للحجاب والزي الإسلامي، نعم أم لا؟ لا، أنت مع أن تمثل الفنانة المحجبة؟ الحجاب ما هو زي من ضمن الأزياء، بس مش الملقبة. يعني الحجاب يعني بنشوفه في بيوتنا ومنتشر، فإيه المانع أنها تبقى في أدوار كده تمثل بيها؟ في بعض الفنانين والممثلين بيرفضوا، بيقولوا اللي أخذ هذا الاتجاه اللي يتحجب عليه أنه يلتزم فيه إلى الآخر، يعني ليه بده يتحجب ويرجع يطلع على الشاشة أو يمثل؟ الحجاب بيمنع الست أنها تظهر في الشارع؟ ما هي بتخرج في الشارع. طبعا. طيب يبقى مش حرام أو مش عيب أنها ترتدي الحجاب وتمارس مهنتها، تمارس شغلها، طالما أنها بتراعي ربنا وبتراعي الصح في اللي هي بتعمله. يعني بتلبش الحجاب وتقول كلام خليع يبقى ده حرام. طالما أنها بتلتزم باللي بتقوله يعادل ما ترتديه لا مانع، انما ما تبقاش لابسه لبس وبتقول كلام مختلف. طب في بعض الـ اذا بدك الافعال اللي صارت وبعض الانتقادات على وجود الممثلات المحجبات اثناء ادائهم لمسلسل او لدور معين، وجودهم بغرفه النوم مع زوجهم، اخذت كمان بعض الاعتراضات انه لا، المحجبه في عندها لقطات معينه، في عندها مواقف معينه بتاديها، بس في مواقف ولو بتشبه حياتنا اليوميه مش لازم تتأدى على الشاشة عشان هي محجبة. يعني دول الملكيين أكتر من الملك اللي بيقولوا الكلام ده، لأن الست المحجبة المشاهد اللي بتظهر فيها لمؤاخذة نايمة في السرير مع جوزها أو بتتكلم معه في غرفة النوم أو قاعدة هي جنبه على السرير، غرفة النوم ده ديكور من الديكورات وده معروف. يعني بس في محجبات بيرفضوا الموضوع ده، بتقول لك لا، ده يعني ده غلو وزيادة في الحكاية. أنت قابلت تشتغل المهنة دي بتشتغليها ليه؟ انت قابلت انك انت تبقى ممثله وتصوري ده ديكور ومعروف ان ده ديكور، هو اللي بتسلمي عليه ده ما هوش حلالك ولا حرامك. وهنتكلم اذا اتجوزت في مسلسل يبقى اتجوزت فعلا والناس شهدوا اهو عليها اهو اشاره اهو، يعني نقول انها اتجوزته؟ ما ينفعش. يعني الحكايه احنا ديننا بسيط جدا ويسر ما فيهوش الغلو ده، فالتمسك بالحاجات التفاصيل البسيطه دي هو ده اللي بيضيعنا. الداعيه الحبيب علي الجفري سبب عدولي عن قرار اعتزال الفن، نعم ام لا؟ نعم. ازاي؟ حصل ايه؟ انا التقيت بالحبيب علي في جلسات وصدقته جدا وامنت بكلامه، ولما عرف ان انا عندي الرغبه في كده فقال لي انه يعني اذا كان انت هتعتزل عشان تمثيل مش متوافق مع دينك يبقى انت بتاذي كل زمانك اللي بيشتغلوا في المهنه دلوقتي. يعني بتقول لهم ان انتوا كلكم ماشيين غلط او كفار. فيعني الأوفق أنك أنت تبقى في وسطهم وتبقى مثل، إذا كنت عايز تبقى قدوة خليك في وسطهم وابقى قدوة ومارس مهنتك، طالما أنك أنت بتعملش حاجة غلط وبتعمل الصح وبتقول الكلام المفيد يبقى أنت وجودك في وسط زمايلك أكتر فايدة. وده فعلا كان الصح ساعتها، اقتنعت بيه، لأن طالما أنت سلوك صحيح ملتزم وصحيح فالكل هيعرف ان المساله مساله تدين، ده سلوك ما هوش طقوس فقط. عندما تسال محمود الجندي هل الفن حلال ام حرام لماذا ترد؟ اقول انه حلال، لانه من جميع الاوجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا في القران كلمنا بالقصص، والقصص نوع من الادب ونوع من الفن، علشان تاثيرها اقوى من النصيحه المباشره. القصه بيستنتج منها الانسان خلاصة، هو اللي بيلقطها من نفسه فبيمارس غروره على إنه هو اللي فهم فبتثبت جواه أكتر، إنما النصيحة المباشرة دايما بتلاقي الضد جوا النفس البشرية، وكأنه الوعظ أنا بقول يعني هو يعرف أحسن مني فبتحدى الفكرة، إنما القصة بتسيب لي فرصة إن أنا ألتقط المعنى. فإذا كان القرآن كلمنا بهذا الأسلوب فيعني يبقى مش حرام. حسني مبارك لم يتنحى عن الحكم ولكن تم خلعه، نعم أم لا؟
يعني الاثنين محصلين بعضهم. هو لما خلعوه فتنازل عن الحكم لانه هو ما كانش هيتنازل لوحده، انما لما تم خلعه. اه لم اقتنع بقصه فيلم ليله البيبي دول، ولكنني شاركت فيه بسبب المقابل المادي الكبير، نعم ام لا؟ أنا تعهدت أصلي. تعهد بالصراحة. الأجر المادي كان عالي. الأجر المادي كان مقابل كويس، ثم كانت الفرصة إن عايز أشترك في فيلم من هذا بالإنتاج الضخم ده، ومع عادل أديب بالذات كراجل مخرج محترم، وما كانش فيه ما يدعو للرفض. يعني الفكرة ما كانتش وحشة، لكن أنا كان دوري فيه بسيط، وكان إيه لو في ظروف مختلفة كنت أنا رفضت. لأن الدور كان مشهد واحد، ومش هيصور حتى في مصر، ده في سفر في سوريا عشان يصور المشهد ده، فكان في يعني معاناة. فلما لقيت يعني انهم مقابل المادي هيعوضني، وكنت انا محتاج فلوس في الوقت ده، فوافقت. برأيك نجح الفيلم ام فشل؟ لا، هو على مستوى القياس الجماهيري او قياس السينما هو ما عملش نجاح مادي كبير. فده بالنسبه للمكسب والخساره هو خسر، لانه اخذ كثير من الانتقادات هذا العمل. ضد حبس اسلام البحيري، نعم ام لا؟ نعم. ايه اسبابك؟ ما نكلش بمكيالين، ما نقولش كلام ونعمل عكسه. بنقول حريه تفكير وتغيير الخطاب الديني، وبندي الفرصه لان كل انسان يفكر ويقول افكاره. ما حاسبش الإنسان على فكره بالحبس، أحاسب الإنسان على فكره بالفكر، أحارب الفكر بالفكر، ما حاربوش بالحبس والسجن. لأن كقمع عم تقصد يعني؟ طبعا ده بيبقى دعوة لوقف التفكير، ومحدش يحاول إن هو يفكر خارج الصندوق. يعني خليكوا كلكوا جوه السكة دي اللي احنا رسمناها لكم. بس هذه الأفكار اللي بيوزعها ممكن يكون إلها تأثيرها العام سبب نوع من المشاكل مع الوقت، ممكن تترسخ بأذهان الشباب، لأنه بنعرف هو الاسفنج اللي بتمتص هذه الأفكار. نعم أم لا؟ هو كان أنا ضد أسلوبه في عرض الفكر. أسلوبه كان مستفز. هو ده اللي سبب في وجهة النظر اللي خدوا بيها الحكاية. إنما أنا بتكلم على الفكر بشكل عام، إن الإنسان يفكر من حقه، لكن هو أسلوبه في عرض الفكرة كان مستفز. وكان السبب في انهم ياخدوا منه الموقف ده. يعني التيار القطبي هو من افسد جماعه الاخوان، نعم ام لا؟ انا لم اقرا سيد قطب. انت لم اقراه. يعني انا ما اقدرش اقول فيه راي الا اذا كنت عارف تفاصيل. وفاه الفنان مصطفى متولي جعلني افكر في الاعتزال، نعم ام لا؟ لا. وفاة صديق فنان، يعني زعلت طبعا جدا، لأنه كنت آخر واحد معاه لغاية قبل ما يتوفى. يعني كنت معاه في المسرح ولغاية ما وصلته البيت، وكان هيحصلنا بعد كده هيطلع البيت يجيب حاجة وينزل تاني، فمنزلش تأخر. فلما روحت البيت لقيت عماد رشاد بيكلمني بيقول لي البيئة في حياتك، ما صدقتش طبعا. إن أنا اتفاجئت، وهي المفاجأة اللي عملت لي الصدمة، إن قد كده الحكاية سهلة. الدنيا سهلة. الدنيا سريعة كده يعني، فخلتني أتفكر شوية في موقفي وعلاقتي بربنا وعلاقتي بالدنيا وعلاقتي بالدين. يعني عملت لي لحظة فؤاد، ثم تلاها على طول حادثة بيتي ووفاة زوجتي. كانت برضو بنفس السرعة، إنما ما فكرتش في الاعتزال يعني بعدها. تراكمات أدت إلى حالة رح نتكلم عنها بسياق حديثنا. كنت أذهب لصلاة الجمعة حتى يراني الناس فقط وأنا أصلي، وكانت صلاة ظاهرية فقط، نعم أم لا؟ إمتى؟ أنا مرحلة؟ أنا بسألك أنت تجاوبني، نعم أم لا؟ كنت تروح على صلاة الجمعة وتدعي أنك بتصلي وأنت غير مقتنع باللي أنت بتقوله واللي بتصلي؟ لا، أنا عمري ما فكرت في دي، لأن المرحلة دي كانت أيام مثلا ما كنت في إعدادي أو كده، فكان الواحد بيصلي أثناء الامتحانات بس. دي كانت الفترة عشان عشان ربنا يفتح علينا يعني.
إنما لما عرفت ودخلت جوه الدين صح بقت الحكاية قناعة وإيمان، اختلفت عن الظاهرية اللي كنا عايشين بيها وإحنا ظاهرين. شاركت في أفلام المقاولات في التسعينات بدافع لقمة العيش، نعم أم لا؟ نعم، بس لقمة العيش لمين؟ ليا والعاملين في الوقت ده بالسينما، لأن كانت الناس قاعدة على القهوة بعرة ما فيش شغل، وكان المنتج أو يلموا من بعض ويعملوا الفيلم، فييجوا يقولوا لي لو وافقت الفيلم هتعمل، لو وافقت أنك تعمل الفيلم ده الفيلم هتعمل، والناس دي كلها هتشتغل وتاخد فلوس. لأن أنا كنت آخر الطابور، كان قبل مني في نجوم كتير بتعرض عليهم الفيلم، فأنا كنت آخر الطابور، لو أنا قلت لا يبقى خلاص الفيلم ده مش هتعمل. فكنت بضطر أحيانا أوافق، مش عشان أنا لوحدي أخد فلوس وأكل عيش، عشان بقيت الناس كمان تشتغل وتاكل عيش بما فيهم أنت، بما فيهم أنا. بس هي كانت المجاملة أكتر للناس الغلابة دي، فتورطت كتير طبعا في أعمال من هذا النوع، لكن كنت بختار منها على الأقل الغير مسيء، يعني الحاجة اللي ما ندمش إن أنا عملتها، الأفضل بين السيء. أيوه. دلوقتي لما بتشوف الأفلام دي بتشعر بإيه؟ بتتضايق، بتقول مش عاوز أشوفه، مش عاوز أتفرج؟ لا أبدا إطلاق، أنا بالعكس، ده أنا بتشوق إن أنا أشوف فيلم الأفلام دي عشان أشوف إحنا كنا في إيه ووصلت لإيه. يعني أنا لو الحالة دي اتكررت دلوقتي مش عمري ما هعمل كده، لأن دلوقتي أنا بقيت فيه مسؤولية أمام الجمهور اللي عمل اسم محمود الجندي، مش أنا اللي عملته. الجمهور ده له حق عليا إن أنا أحترمه في الساعة اللي هيقعد قصادي فيها يتفرج دي. لكن زمان ما كنتش ببص الحكاية دي قوي، كنت بشوف ظروف تانية، وكانت الدنيا واخدانا بمظاهر تانية. شعرت بالإحباط بعد رفضي في معهد الفنون لأن مؤهلي دبلوم صنايع، نعم أم لا؟ لا، هو ما استمرش الرفض، لأن أنا دخلت المعهد بدبلوم الصنايع. قلت ما استمرش، ما استمرش الرفض. هو الأول وأنا بقدم الورق هم فوجئوا بأن أنا معايا دبلوم صنايع، لأن كنت دخلت الامتحان بتاع القبول ونجحت خلاص. فسكرتير المعهد كان الأستاذ حسين عصر رحمة الله عليه، قال لي يا ابني خد ورقك إزاي، أنت دبلوم صنايع فلازم ورقك يتعرض على الأستاذ محمد كريم، كان عميد المعهد، ولو وافق هو اللي يقبلك، إنما أنا ما أقدرش أخد ورقك ده. فدخلت الأستاذ محمد كريم، ولما عرف إن أنا دبلوم صنايع وكده فقال لهم هاتوا لي درجاته في امتحان القبول. فشاف الدرجات في امتحان القبول، الأساتذة حاطين درجات كلها كويسة، فقال لي درجاتك بتقول إن أنا ما أقدرش أرفضك، لكن أنا هديك فرصة 6 شهور، لأن في مواد بتدرس بلغات إنجليزي وكده، ودبلوم صنايع ما بياخدوش لغة زي الثانوية العامة. فلو ما كنتش هتحصل زي زمايلك انا همتحنك شخصيا، لو ما كنتش هتحصل زي زمايلك يبقى سيب مكانك لحد تاني. وفعلا اداني الفرصه، والحمد لله ان قعدت طبعا اكل الكتب مش اقراها يعني في ال6 شهور دول لغايه ما لا رغبتك الكبيره تمثيل. وتعلمت اللغات بسرعه وقدرت انا كنت بحفظ يعني المقطوعات الانجليزي عشان اقولها زيها زي اي محفوظات كنت بحفظها وانا صغير. وفي نفس الوقت انا كنت في السنه دي كنت بشتغل في مصنع نسيج بعد الدور عشان اكمل مصاريف المعهد، لغايه اما السنه الاولى جبت جيد جدا فاخدت مكافاه التفوق دي، فبقيت اصرف منها بقى. شعرت انني كنت مقصرا في حق زوجتي الاولى بعد رحيلها، نعم ام لا؟ رحمه الله عليها. نعم رحمه الله عليها. شعرت انك كنت مقصر؟ نعم. باي ناحيه؟ ان انا كانت واخدان الدنيا، كنت سايب عليها مسؤوليه البيت كامله والتربيه، وانا كنت باصص بس للشغل، فما اديتهمش المطلوب من الاب، تواجده في البيت كاب اسره انا تربيت فيها، ان الاب كان متواجد دايما قدامنا وشايف كل مشاكلنا، انا كنت بعيد شويه، فحسيت بان انا ما كنتش قايم بدوري كما يجب يعني. كأب عم تحكي وكزوج بنفس الوقت. بالضبط. من أبيض وأسود سوف ننتقل إلى بين خيارين، جاهز؟ بدون تردد. بدك تختار بين الاسمين. اخترت في انتخابات الرئاسة الأولى بعد الثورة أحمد شفيق أم محمد مرسي؟ لا، أنا لم أنتخب، ما ذهبش الانتخابات. من اخترت بين الاثنين، بينك وبين نفسك؟ أحمد شفيق طبعا. أحمد شفيق. الداعية الإسلامي المفضل لدي من الشباب، مصطفى حسني أم معز مسعود؟
لازم أقول واحد منهم؟ لازم تختار من بين الاثنين. معز اللي بيميزه صدقته وهو بيتكلم يعني. أقرب يعني ل يعني هم الاثنين كويسين، بس أنا عشان أنا قلت تعهد إن أنا ما تخلاش عن سؤال فلازم أجاوب يعني. العمل المفضل لدي من إخراج ابني أحمد، طير أنت أم لا تراجع ولا استسلام؟ طير أنت. المميز اللي اخترته عن الثاني؟ روح مرحة فيك عالية قوي، مستخدم اللغة السينمائية بشكل جيد، لأن اللغة السينمائية زي ما تعلمناها مع السينما هي عبارة عن حروف، زي ما تعلمنا القراءة والكتابة تعلمنا ألف به، فالألف به دي بنحطها جنب بعضها بتكون كلمات بتكون جمل، فالحروف بتاعت السينما هي حجم اللقطة، حركة الكاميرا، حركة الممثل مع الكاميرا، دي الحروف بتاعت السينما. فاللي بيقرأ يكتب بها جملة كويسة بيبقى بليغ، بيبقى لغته مفهومة بتوصل من غير شرح يعني. فهو لغته السينمائية كانت في فطير انت عالية جدا، فأنا لما بشوفه بستمتع وبضحك فيه كتير رغم أنه بشوفه كذا مرة، وكل مرة بيعمل نفس الإفيه عندي، نفس الإفيه عندي ما بزهقش منه، وبستنى إفيهات معينة تتركب يعني. لماذا لم تشارك أحمد في أعماله بعد أن أصبح مخرج إلا كضيف شرف صح بمشهد بسيط؟ سألت السؤال ده أنا، قلت له يعني كل المخرجين دول مقتنعين ان ابوك بيمثل كويس وانت لا؟ قال لي لا مش كده والله. قلت له امال ايه؟ قال لي يعني انا بدور على الدور اللي ممكن ايه لما اعرضه عليك يبقى مناسب وما تعتذرش، يبقى مناسب ليك يعني. فلغايه لما جه الدور بقى في الفيلم بتاع الحرب العالميه الثالثه فشرحه لي في كلمتين، قلت له خلاص اوكي انا معاك يعني. كان دور ظريف وكان محكوم وإفهاته كانت عالية جدا وعاملة تأثير في السينما كويس. وكنت أنت التلميذ وهو الأب أثناء التصوير، قلبت الأدوار يعني أنت الإبن وكأنه هو الأب. طبعا لازم أقول له أستاذ في البلاتو، لازم يعني قلبت الأدوار. أنا اتعودت دايما أن أنا المخرج له وضعه وله احترامه في لوكيشن التصوير، يعني ده مكان محدش يقدر يتنازل عنه ولا يلعب فيه. فهو كان في الوقت ده المخرج، فلازم أسمع كلامه ويبقى هو الرأي الصح. وفي البيت تشمط له بقى ودنه. الفنان المفضل لدي من جيل الشباب، يوسف الشريف أم أمير كرارة؟ ليه بتحطيني في الخيارات دي؟ أصل الاثنين حبايبي. من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري الاثنين حبايبي يعني، لو قلت واحد مش تفضيلا عن الثاني ولكن عشان الإجابة فقط. عشان الإجابة يعني تختار؟ يعني يوسف الشريف أم أمير كرارة؟ يعني سؤال محير، إنما ممكن أقول لك يوسف الشريف. يوسف الشريف. اللي بيميزه ليوسف؟ لا، لأن شفت له آخر حاجة شخصيتين عملهم في مسلسل بتاع الساحر ده اللي هو سكة إبليس أو على ما أعتقد. صح على ما أعتقد. كان في فرق بين الشخصيتين ما يعملهمش إلا ممثل متمكن. يعني هما الشخصيتين إخوات صحيح، لكن كل واحد فيهم مختلف عن التاني، بشخصية مختلفة مختلف عن التاني، وكان إقناعي بأن ده شخصية وده شخصية مبهر الحقيقة يعني. فعشان كده تأثيره لسه قريب في الذهن. كان سيصلح الجماعة ويعيد إلى دور الدعوي إذا كان المرشد عبد المنعم أبو الفتوح أم محمد حبيب؟ يعني بيقولوا مش عارف إيه عن إيه، إنما هي طبعا الكحل أحلى من العمى. يعني الاتنين من طالعين من بوتقة واحدة، فمفيش فرق بينهم، كانش هيعدل في الأمور أمور يعني، ما في اختيار يعني. لا. لهذا الموضوع. هذا النجم السوري يملك مقومات النجم العالمي، باسل خياط أم عابد فهد؟ باسل خياط. المميز في باسل إمكانياته بتخوله أنه يكون من نجوم العالميين؟ لو عابد طبعا يعني عامل أدوار، عابد عامل أدوار تميزه وتوصله للمركز ده، لكن باسل يمكن
لأن اشتغلت معاه عملين حسيته عن قرب أكتر شوية. شفت تفاصيل دراسته للشخصية وأداؤه ليه تفاصيلها. إنما عابد فهد أنا كنت بتلقاه كممثل على الشاشة بس، فما عصرتوش كمؤدي. لأنه ما صار في أي تعاون سواء أو لا، ما حصلش إننا اشتغلنا مع بعض. هذا المسلسل نقطة التحول في حياتي، الشهد والدموع أم ببعضه؟ كل واحد له مرحلة النقلة. بس بابا عبده كانت الأولى، اللي هي تعريف الجمهور، شرارة الأولى، شرارة الأولى. تقديم محمود الجندي للجمهور كان من خلال بابا عبده. فيلم الفرح حقق نجاح كبير بسبب البطولة الجماعية أم موضوعه شعبي؟ الموضوع الشعبي أكثر. أكثر، لأن ياما مواضيع فيها بطولات جماعية ما عملتش ده. فنان من جيلي يستحق أن يكون من نجوم الصف الأول ولكنه ظلم، هادي الجيار أم صبري عبد المنعم؟ والله هو جيل كله ظلم، إنما مظلوم أكثر من غيره. مظلوم أكثر من غيره هادي الجيار طبعا، لأن هادي كان قدامه الفرصة، خد فرصة في وسط ناس كلهم لمعوا، وهو ما حدش اهتم بانه يديله نفس الفرص دي عشان يلمعه يعني. ننتقل الى اجابه من غير سؤال ممتاز لغايه دلوقتي. مرتاح؟ انا تمام الحمد تمام لله. الحمد كله لله. تمام، ماشيين على العهد الغد. اجابه من غير سؤال حتملا الفراغ. هذا ما تعلمته في 7 سنوات قضيتهم في الجيش في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. ماذا تعلمت؟ عدم اليأس، أنا دايما أتمسك بالأمل، ما يأسش من حاجة يعني. لأن لو كنت استسلمت لليأس في الفترة دي كان انتهى الفنان جوايا، فتمسكت بأن الأمل موجود وأن احنا هنحارب أو أنا هخرج من الجيش في وقت. كان أياما ما حدش بيفكر نخرج من الجيش خالص، بس أنا كان دايما قدامي أمل أن هتيجي لحظة هخرج وهمارس الفن زي ما أنا بحبه. حلو. هذا الكتاب سبب تفكيري في الإلحاد. كتاب الإلحاد، حروب دولة الرسول سيد القمني. مش إلحاد، هو البعد عن طريق الله. قريته إمتى؟ قريته في فترة ما قبل. ما قبل. وكان له تأثير كتير كبير بي. كان له تأثير لأنه يعني دخلني في مناطق التفكير بشكل مختلف عن اللي احنا اتعلمناه في الدين، او عن ما علمناه من السيره النبويه الشريفه. يعني كان هو بشكل، هو كان بيشرح السيره برضو بشكل تحليل اخر، بوجهه نظر اخرى. لهذه النقطه كمان عودي. لهذا سبب تزوجت سرا من عبلة كامل. لا، لما اتزوج سرا. لماذا الامر ما كان معلوم عند الناس، عند الوسط الفني، الا لبعد فتره؟ لا، ده احنا تاني يعني بعد ما اتجوزنا باسبوع على طول طلع غلاف مجله ومواضيع في كل الجرايد. بس احنا ما كناش، لنا ولا هي، ما عندناش الرغبه في الاعلام الكتير، فما كناش بنتكلم عن الحكايه دي. خلاص الناس عرفت اهو ده، لان انا بعتبر حياتي الشخصيه ده ملك ناس تانية معايا فيها، ففعلا ما بتدخلش فيها. لم اعترض على دخول ابني احمد الوسط الفني لهذا السبب. لان وجدت ان هو عنده الرغبه الشديده جواه انه يمارس هذا العمل، وانه كان محضر نفسه من غير ما يقول لي. كان بيذاكر حتى من دون واسطتك. من غير واسطتي، وفضل مده في بيشتغل ومحدش يعرف ان احمد ده ابني، والناس لغايه قريب بيتفاجئوا ان احمد الجندي هو ابني. فاصراره على انه هو يعمل حاجه بنفسه كان سبب من الاسباب اللي انا شجعته انه يستمر يعني. هذا الفنان خذلني في محنتي ولم يساندني. أكيد. أكيد فيه، يعني المشوار طويل وكله تجارب، فمن ضمن التجارب إن في ناس خذلتني وأنا عندي ثقة فيهم ومتعشم فيهم خير وعملوا معايا عكس ما تعشمت. لكن عشان أذكرهم دلوقتي حابب أجدد الجراح تاني، وأنا ما بحبش أفكر فيما مضى. يعني هني شكلهم مجموعة كبيرة. لا مش كبيرة. كتار يعني؟ لا مش كبير، مش كتار. يعني لأن دايما الخير أكتر
كان مطلوب منهم ايه؟ كنت يعني شو كان مطلوب؟ اللي هو حضرتك قلتيه اللي هي المسانده، وانه انه ان انه يقف جنبي، فلما يتخلى يبقى خذلان. فطبعا يعني ده الموقف اللي بيبقى مؤثر، وخاصة لما يكون عندك عشم في حد انت مصدقة جدا فيه. عاتبته؟ لا، لان الحب لا يشترى، ومفيش عتاب في الحب. اتعلمت كده في حياتي، ما تعاتبش حد انت بتحبنيش ليه، او انت ما بتخلصليش ليه. يمكن ما كانش واخد باله، ممكن بتلاقي بركي في مبرر. لا اكيد، وده اللي خليني اسكت، انما لا يزال تاثيره موجود مهما حطيت مبررات، لكن النتيجه واحده، النتيجه ان انا خذلت، ان انا كنت متعشم وما حصلش، او كنت حاطط مكانه وما لقيتهاش، كنت حاطط شخص في مكانه وما لقيتهاش. ستظل دي توجع، لكن السبب خلاص، انا ايا كان المبرر ما يهمنيش، ايا كان المبرر ايه اللي حصل، اذا كان ضعف شخصيه، اذا كان ظروف خاصه اتحط فيها. من الواجب لو انا ظروف شخصيه اتحطيت فيها ان انا ابرر للي قدامي ما تم مني. فانت عاتبته حتى يعرف انه لازم يبرر لك بالمقابل؟ اه طبعا عاتبته. لا يعني مش ما هو ما ادانيش فرصه حتى، انه كانش بيظهر قدامي، اختفى. اختفى يعني كان فنان، يعني صديق، كان زميل لألك. اه ممثل يعني. انت هتحطي هتحوطي حوالين الاجابه عشان انا ما بحبش ايه اذكر الناس بمساوئهم، بحب اذكر الخير لانه طاقه ايجابيه اكتر. انما الموقف الوحش حصل وخلاص انتهى، ما بنساه. بتسامحه؟ اه طبعا. لا، التسامح مهم جدا، بس ما بتنسى. ما اقدرش، وخاصه من الصديق او اللي متعشم فيه. ما يعني ما تتنسيش ببساطه. رفضت هذا الفيلم وندمت بعد ان حقق النجاح. هل هناك من فيلم رفضته وحقق النجاح فيما بعد؟ لا. هذا الفنان أتمنى أن يجمعني عمل به مرة أخرى. آه يعني فنان مخرج، مش لازم يكون ممثل. ممكن. آه أحمد نادر جلال. أحمد نادر بعشق الشغل معاه، بعشق طريقة تفكيره يعني. هذه أكثر صفة لم أجدها في أي امرأة بعد رحيل زوجتي. العشرة، لأن احنا عشنا مع بعض تأبيدة يعني، فما حصلش إن أنا حصل بيني وبين واحدة هذه المدة الطويلة في عشرة، ودايما الزمن بيثبت القيمة، يعني الحاجة اللي مر عليها وقت أطول قيمتها بتبقى أعلى، فكل الوقت ما طال كل القيمة ما كانت بتبان يعني، فما جمعنيش بحد هذه المدة يعني. لهذا السبب لا تصلح مصر إلا بالحكم العسكري. لهذا التسيب اللي حصل في الأخلاق، لأن الأخلاق لو استقامت كل شيء هنصالح، إنما الناس الكبت الطويل مدة طويلة لما عن مارس الحرية خلاهم يفهموا الحرية غلط، يعني زي ما بيقولوا شال برقع الحياة. فأصبح كل إنسان له حق، ما بيعرفش يجيد المطالبة بيه، وما بيعرفش يجيد التعبير عنه، عن هذا الحق، فأصبح فيه عشوائية، وأصبح فيه غوغاء وهوجائية في الحكاية. فعشان كده لابد من حكم صارم يعيد الأمور إلى نصابها تاني، وإن كان الحكم مش لازم يكون بالحديد والنار يعني، مش بالعصاية والقوة، لكن ممكن يكون الحكم لإعادة الأخلاق مرة أخرى، لإعادة الناس إلى إلى مصر. بيد من حديد يعني. أيوة بيد من حديد. هذا سبب حبي للرئيس جمال عبد الناصر. أنا نشأت في رحاب جمال عبد الناصر،
وفي رحاب الثقة اللي كان بيديها لنا، وفي رحاب الحماس اللي كنا مالينا بيه، وإن إحنا أعظم شعب وأعظم أمة. وكانت التربية ما زالت العائلات والبيوت بتبارك أو كانت ماشية على نفس النهج، ما كانش في انفصال ما بين الحكم وما بين التربية في البيت. لكن الانفصال اللي حصل بعديه خلاني حسيت بقيمة هذا الرجل وقيمة هذا العصر. إن الكلام اللي كان الرئاسة بتقوله كنت بلاقيه في البيت، ما كانش في انفصال. فعشان كده يعني بعشق هذا الرجل وبعشق عصره يعني. أستاذ محمود الجندي، رح يكون عنا فاصل إعلاني، من بعده رح نتعرف على إجاباتك الخاصة بلو بالأرقام والشخصيات بعد الوقفة. الفنان القدير محمود الجندي ما زال بضيافتنا، برجع بحييك مرة أخرى. وننتقل إلى لو. لو هن عبارة عن أسئلة افتراضية. لو عاد بك زمن مرة أخرى، ما هو الفيلم الذي تعتذر عن المشاركة فيه من أعمالك طبعا؟ الحاجات اللي أنا عملتها يعني. قل لا أنا مش هعمله. يعني أنا ما تعودتش يعني أندم على حاجة حصلت، لكن بصراحة يعني مش لاقي فيلم أقول لك إنه مش هعمله، لأن كل حاجة لها ظروفها، كل فيلم كان له ظروفه ووقته. سؤال افتراضي. افتراضي. هو في فيلم من أيام مرحلة الجرائم اللي أنا ارتكبتها أثناء المقابلات حتى مش فاكر اسمه والله، إنما من الأفلام اللي كانت المخرج ما عندوش فكرة عن الإخراج وما عندوش فكرة عن السينما وهو اللي بينتج، وكانت كان بيمثل كمان؟ لا ما كانش بيمثل، كان جايب قرايبه ومثله. فده كان أنا نسيت حتى اسم الفيلم، إنما هو كان يعني في مرحلة الأفلام مع أولاد دي، وده الفيلم الوحيد اللي أنا يعني ما يعني ما انبسطش منه، حتى ما لقيتش فيه حاجة تقول إن أنا إيه اللي خلاني أعمله يعني. ما لقيت مبرر لنفسك، ما لقيتش مبرر لنفسي حتى. مين كانت البطولة النسائية معاك؟ لا مش فاكر، أنا بقول لك المنتج وهو المخرج وجاب قرايبه وكده، حتى مش يعني البطولة النسائية حتى مش فاكرها مين هي. لو فكرت في تقديم ديو، من الفنانة اللي بتختارها تغني معك؟ تغني وانا هذا أغني؟ سؤال افتراضي. افتراضي انت صوتك حلو اصلا، ما فينا ننكر هذا الموضوع. شيرين عبد الوهاب. ايوه بقى. لا من الاصوات الجميله اللي انا بحبها يعني. لسه بتغني بتدندن احيانا؟ سمعنا حاجه، اشتقنا نسمع صوتك. يعني غالي والطلب رخيص زي ما بيقولوا، انما طبعا امكانيات الصوت ما بقتش زي الاول، ما بقتش حاجه كده. حاجه كده ماشي. اقول لحضرتك ايه؟ يا اللي غويت الحكم، اصحى معي للقول، ده احنا سمعنا مثل زي العسل بيقول، لو تعمل المعروف يا ابن الأصول على طول، ربك هينعم عليك، ربك هينعم عليك ويكرمك على طول يا رب على طول. على طول. شكرا لك. لو مخرج قال لك مرة تانية سايق عليك النبي ما تقراش السيناريو، تقول له ايه؟ لا هقول له شوف حد غيري، لان دي كانت لها ظروفها يا الحصه دي حصلت لي، وكان موقف طبعا انا مش عارف ارد اقول ايه. في مخرج يقول لممثل ما تقراش السيناريو، اقبل الدور بس ما تقراش السيناريو، لانه ما كانش معاه سيناريو. ما هو ما فيش سيناريو، هو عايز ينقذ الموقف، مصور جزء من الفيلم والفيلم وقف، والممثلين اللي صور بيهم مش هيمثلوا تاني، فلازم يعمل الجزء يبرر بيه الجزء اللي اتصور ده. فطبعا هيتالف اثناء ما احنا بنصور يعني.
فالراجل معهوش سيناريو يعني معذور برضو. بس طبعا لو اتكرر ده تاني طبعا خلاص يعني كانت مرحله يعني دي من مرحله الاجرام صح؟ مرحله الاجرام اللي الإجرام. انا بقول اتحاكم عليها دي. لو كان بامكانك فعل اي شيء بدون اي قيود او حد يمنعك، ما هو الشيء الذي تفعله؟ شيء اعمله من غير اي قيود؟ عندك مطلق الحريه تتصرف فيه، تعمل ايه؟ ان انا اتخيل نفسي في الهايد بارك مثلا، واقف في ميدان التحرير واقول كل اللي جوايا. تقول ايه مثلا؟ هقول كلام يزعل الناس طبعا. يعني النقد اللي ما بقدرش، يعني انا حريص شويه ان انا ما احرجش حد او اسبب حرج لحد، لكن دايما النقد الواضح والصريح بيضايق الناس، محدش بيقبل النقد ببساطة. فلو يعني اتيح لي ان انا اعمل ده هعمله، طالما ان محدش ما فيش قيود عليه ومحدش هيزعل منه، من دون ما يكون في اعتبارات انه اي حد ان حد هيتضايق او حد يزعل او يتضايق. لو كنت بتملك طاقية الإخفاء، شو المكان اللي بتقصده وبتشوف الناس من دون ما حد يشوفك، تشوفهم بيعملوا ايه؟ اصل ما دام اخترت مكاني بقى انا عارف الناس اللي فيه بيعملوا ايه. لو انا اخترت لا مكاني. عاوز تعرفهم بيعملوا بالكواليس ايه؟ الكواليس ايه؟ البس طاقية الإخفاء واخش اقعد في وسط الناس اللي بتختار الوزراء واشوف المقاييس اللي بيختارون بيها على اي اساس. ايه المقاييس اللي عندهم اللي بيقولوا ده ينفع وزير وده ما ينفعش وزير؟ يعني نفسي اعرف المقاييس اللي بيتقاس عليها الناس دي ايه. لو كنت لاعب كرة قدم، اي نادي بتحب تلعب فيه؟ بلا تردد الاهلي. الاهلي طبعا. هي اهلاوي طبعا. كان عمار الشريعي الله يرحمه يقول لي انت اهلاوي ولا مالكش في الكوره؟ يعني كان السؤال كده، انت اهلاوي ولا مالكش في الكوره؟ الانسان بيتولد طبيعي اهلاوي الاول. لو اخترت فيلم من اعمالك لتشاهده مع احفادك، ما هو الفيلم اللي بتختاره وبتفتخر فيه؟ حكايات الغريب. فيلم عن حرب أكتوبر، وحرب أكتوبر فات عليها مدة، وشبابنا وأولادنا وأحفادنا ما عندهمش فكرة عن تفاصيل هذه الحرب ولا إيه المعاناة اللي الناس عانتها، الجيش والشعب، علشان يوصلوا للمرحلة دي. فأحب أن أنا أتفرج عليه معهم عشان يتعلموا ويتعرفوا ووضح لهم الصورة كانت إيه. نعم. لأن صورة التجربة أهم يعني. لو قررت العودة للإنتاج، من تختار بطل وبطلة من الشباب ليكونوا معك في هذا الفيلم أو العمل من جيل اليوم؟ من جيل اليوم أختار برضو يوسف شريف. من الممثلات ريهام عبد الغفور. المميز فيها انها بتفاجئني بانها بتعمل حاجات خارج نطاق شخصيتها كتير. بتقدر عندها قدره على تغيير شكلها وتغيير طريقه ادائها بحيث انها تعيش الشخصيه اللي بتتقمصها، ما هياش مش عايشه جوه قالب واحد تتلون حسب الشخصيه. بالظبط عندها القدره دي. لو كنت محامي، من الشخصية اللي بتختار انك تدافع عنها من نظام مبارك؟ من نظام مبارك؟ مين الشخصية اللي بتدافع عنها؟ ليه ادافع ليه اذا كنت انا رافض النظام؟ سؤال افتراضي برضه. سؤال افتراضي. افتراضي. ادافع عن مبارك شخصيا. اقول له كان معذور لانه اتلعب بيه وفقد القدرة على السيطرة على اللي حواليه في وقت كنا محتاجين فيه حد حاسم في الوقت ده. لو كنت زوجتك الحالية، ماذا كنت تطلب من محمود الجندي أن يغير في نفسه أو في أطباعه؟ لو كنت زوجتي الحالية؟ يعني قلوب الأدوار بينك وبينك. يعني هطلب من محمود الجندي أنه يديها وقت أكتر من كده شوية، ويقدر اللي هي بتعمله معاه،
ويقدر التضحيات اللي هي عملتها علشان ترتبط بمحمود الجندي. تحية لإلا. تحية ليها. ننتقل إلى بالأرقام، الإجابات حيكونوا فقط بالأرقام. كم كان أجرك بفيلم شمس الزناتي؟ شمس الزناتي والله ما أنا فاكر، إنما كان في حدود 60 مثلا، بس كانوا 600 دلوقتي يعني. بهالنسبة بهالقيمة يعني. كم مرة تعرضت للسرقة؟ السرقة؟ لا أنا تعرضت للسرقة مرة واحدة، عربيتي اتكسرت واتسرق منها الشنطة. كان فيها فلوس وكان فيها اللابتوب عليه كل حاجاتي. ومرة كان في شنطة عليها فيها ملابس المسرحية اللي أنا بشتغل فيها. كنت جايبها من عند اللندري ونسبتها على الكرسي اللي ورا وقفلت العربية ونزلت، فدي كانت دعوة للحرامي إنه يجي يكسر وياخدها يعني. دول المرتين اللي أنا تعرضت فيهم للسرقة. كم عدد الكتب اللي موجودة بمكتبتك اليوم؟ مش كتير، لأن أنا لما فقدت في حريق بيتي مجموعة كبيرة من الكتب. كان عندك مجموعة كتير كبيرة. كان عندي مجموعة كبيرة، بقيت أجيب الكتاب أقراه، وما بقاش الكتاب بالنسبة لي مجرد ديكور يتحط في المكتبة عشان يحليها يعني، بقى الكتاب أجيبه علشان له أهمية أن أنا عايز أعرف منه حاجة. وبعدين الكتاب دايما لما حد من أصدقائي يقول لي هقرأ الكتاب دايما ما رجعش، فمبيعش ليش كتب يعني. لو عاوز يقرأ يجي يقرأ عندي في البيت. يعني حاولت أعمل كده ما عرفتش. إنما يا إما أجيب من الكتاب نسختين عشان السلف، يا إما أبقى قريته وخلصته فأسيبه اللي هياخده. هذا كان مهري للفنانة عبلة كامل. مهر كان كام؟ المهر المكتوب ربع جنيه طبعا. والمش مكتوب؟ لا المكتوب، لا المش مكتوب لا يقدر بفلوس، بس يعني ما كانش بينا ده خالص. ما كانش فيه ما كلمناش يعني في أي حاجة في من هذا النوع. كم جزء من القرآن الكريم تحفظه؟ مع الأسف مش كتير. كم جزء تقريبا؟ يعني جزء يعني في مقتطفات من كل جزء، بحب آيات معينة أحفظها، لكن مش جزء كامل. قيمة أغلى ساعة يد تمتلكها؟ الساعات دايما بتجيلي هديه ما بشتريهاش، انما ممكن اقول لك تقريب يعني تقريبا في حدود مثلا 1000 جنيه 1000 جنيه مش اكتر. كم قيمه اقل مبلغ كنت بتملكه بازمتك الماليه؟ كنت بملكه بازمتك الماليه، قد ايه كان معك فلوس بازمتك الماليه؟ بيبقى في ازمه ماليه لما بيبقى في جيبي مثلا 100 جنيه 100 جنيه وصلت للمرحله دي كان معك 100 جنيه ولا اقل حتى من 100 لا جنيه. اقل من 100 جنيه في الايام الاولانيه طبعا. انما دلوقتي يعني انت بتتكلم على الفتره اللي انا فيها دلوقتي، لا الفتره كمان اللي مرت عليك. يعني 100 جنيه حاسس ان انا في ازمه. هلا عم تتكرر كتير الحادثه دي. بس عشان طمن بالك. ربنا يستر. ربنا يستر. كم عدد الافلام اللي ندمان على المشاركه فيها بشكل عام؟ لا ولا فيلم غير ساء عليك النبي. كم مرة تم عقابك بالسنوات اللي قضيتها بالجيش؟ كثير، حوالي 7-8 مرات يعني. مشاغب كان؟ لا كنت أنا أساساً حابب الفن ومش واخد على حالة الانضباط الكامل دي، وكنت كل مطار اروح اشتغل فيه اعمل فريق تمثيل واقعد بالليل طبعا اعمل حفلات سمر وكده، فكان ده بيسبب لي مشاكل كتير جدا يعني، كان دايما يوقعني في اخطاء. يعني ما صدقوا انك رحت للتمثيل بقى؟ ما صدقوا طبعا. انا مجموعه من الشخصيات حنتابعهم انا وانت والمشاهدين، حنشوفهم ورانا على الشاشه. المجموعه الاولى حتوجه لهم رساله. جاهز؟ يلا نبتدي بالشخصيه الاولى او بالصوره الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال إسماعيل.
بقول له رحمة الله عليك يا عم جمال، كنت نعم الصديق ونعم الزميل. قضينا فترة زمالة وصداقة مدة طويلة. الله وبتمنى له الرحمة. الله يرحمه. الصورة اللي بعده أحمد الجندي أبو إسماعيل. برسالة تقول له إيه؟ بقول له شوف لنا دور زي الناس بقى. شوف لنا دور حلو بقى معاك، خليك حلو. بعد أحمد الجندي، بعد ابنه لا محمود الجندي، فاروق. كل سنة وأنت طيب. وأنا ما عرفتش طبعا، نسيت إنك أنت تفكرني بيوم عيد ميلادك، لأنك أنت كنت دايما، أنت كل سنة لك يوم عيد ميلاد بتعمله فيه، فالسنة دي نسيت تفكرني بيه. كل سنة وأنت طيب، وحشتني جدا. الشخصية التالية المخرج مجدي أحمد علي. بقول له إن يعني مش عايز دورك أو حماسك السياسي يبعدك كتير عن إبداعاتك الفنية اللي احنا مشتاقين لها. المجموعة التالية رح توصفهم بكلمة واحدة فقط من دون رسائل. يلا نبتدي بالشخصية الأولى وبالصورة الأولى. عمار الشريعي رحمة الله عليك. كلمة. كلمة البصيرة العالية. الشخصية التالية الراحل نور الشريف. الأستاذ التالي محمد منير. الصوت المصري على حق. بعد محمد منير يحيى الفخراني. الإبداع العميق الذي لا ينضب يعني. وآخر صورة أو آخر كلمة إلى فؤاد المهندس. المعلم والتلميذ في نفس الوقت. جميل. دول كانوا مجموعة الصور والشخصيات. نجحت بامتياز في الامتحان الأول. يبقى الامتحان الأخير من على كرسي الاعتراف. بعد الفاصل الإعلاني. مستعد؟ أستعد. يلا. وصلنا إلى الفصل الأخير من حلقة هذه الليلة، وطبعاً بضيافة هذه الحلقة واللي مزين استوديو 100 سؤال، النجم القدير محمود الجندي من على كرسي الاعتراف. برجع برحب فيك مجدداً. عندك كثير أمور للتوضيح بحياتك، ولا أنت حد واضح وشفاف قدام كل الناس؟ أنا أعتقد أن أنا واضح وما عنديش ما هو مخفي عن الجمهور يعني. هنستوضح بعض النقاط. حبتدي مع حضرتك بليما. لماذا لم يكتمل مشروع فيلمك غزوة مؤتة؟ لعدم تحمس جهة إنتاجية لعمل الفيلم، لعمل المسلسل أو العمل ده. جهة معينة ولا أي جهة بتقصد؟ لا، جهة اللي اتعرض عليها ما تحمستش قوي للمشروع، وأنا ما كانش معايا فلوس تكفي إن أنا أقوم بإنتاجه. فلو توفرت جهة إنتاج متحمسة يعني هيكون لي الشرف. عرضته على حد تاني؟ لا، لأن أنا ما بحبش أبذل جهد في حاجة أنا شايف أثرها. النهاردة السوق كله مش متحمس، واضح أنهم مش متحمسين لمثل هذه المواضيع. يعني عايزين مواضيع سهلة وقصص اجتماعية أو سسبنس مشوق أو حاجة مثيرة علشان يتحمسوا لها ويعملوها. إنما موضوع بيتكلم عن قيم وأخلاق جديدة، ما افتكرش إن في حد هيتحمس قوي. مش عاوزها الناس تعرف بقى القيم والأخلاق الجديدة؟ الناس يعني المسألة أصبحت اقتصادية و بيزنس، مكسب وخسارة. هو هيحسب عمل زي ده مصاريفه كتير وهيتباع بكام؟ هيتباع زيه زي المسلسل التاني، والتاني تكلفته أقل.
هيكسب منه ايه يعني؟ هيكسب منه ايه؟ سؤال اخر، لماذا لم تنضم الى اي حزب سياسي؟ لان بعتبر ان الفنان هو حزب سياسي في حد ذاته، باعماله اللي بيقدمها وبقناعاته الفكريه اللي هو بيتبناها. اعتقد انه كل فنان بداخله حزب منفصل يعني، انما ما بحبش التبعيه، ما بحبش ابقى ضمن مجموعه يؤتمر بامر واحد وينفذوه يعني. حتى لو كان من ضمن قناعاتك، حتى لو كان بيشبه انتمائيتك وافكارك، ما بتنضم الى هذه المجموعه؟ انا بالفعل منضم الى مجموعه اللي بتنتمي لافكاري وارائي من اصدقاء، انما ما احناش حزب رسمي يعني. هم دول اللي انا بسعى ان انا اقعد معاهم واتناقش معاهم بستفيد وافيد، انما الحزب بيبقى شكل انا بحس ان انا ابقى موجه فيه، وانا ما بحبش الطريقه دي. لماذا توقعت فشل فيلم عصافير النيل؟ لا انا لم اتوقع فشل فيلم يعني. كان لك بعض التصريحات بالصحافة ذكرت من خلالها انك لا تتوقع انه هذا الفيلم يقدم شيء جديد، انه ممكن يعجب ناس ما يعجب ناس ثانيين. اعتقد ان الكلام ده اتحور يعني، ده مش كلامي الحقيقي، لان لو كنت قلته كنت هأصر عليه دلوقتي، انما لا اعتقد ان انا قلت هذا الكلام، لان تجربة عصافير النيل كانت تجربة جيدة، وانا بعتبر انه من المخرج السيناريو البطل الفيلم فتحي عبد الوهاب اخذ جائزة اصلا بمهرجان القاهرة. وكان هذا الفيلم انا كنت شايف انه استاذ ابراهيم عبد المجيد كاتب موضوع بمتطور لشباب امرأة، ان هذا الريفي اللي جه المدينه الجنس سهره في شباب امراه، هنا الحياه الاجتماعيه هي اللي سهرته والعلاقات في قصه استاذ ابراهيم عبد المجيد. فكان الفيلم بالعكس كان فيه ابواب جديده وصفه جديده جدا. تتحور احاديثك بالصحافه المكتوبه وبالمواقع؟ ممكن يكون اتحور، لان انا بقول لحضرتك لو انا الفكره دي في دماغي كنت هوصر عليها واقولها تاني دلوقتي. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. فضل. لماذا لم تستمر في الغناء رغم أنك قدمت ألبوما واحدا بعنوان فنان فقير للشاعر فؤاد حداد؟ مظبوط، لأني اكتشفت أن صاحب بالين كذاب، وعلشان أجيد الغناء كما أدعي أن أنا أجدت التمثيل، أن كان لازم أدرسه زي ما درست فن الأداء تمثيل، وما كانش عندي وقت أن أنا أدرس موسيقى بالشكل اللي يرضيني علشان اكون على نفس المستوى. انا في التمثيل لما بغني كجزء من امكانيات الممثل، مكمله لادائي التمثيلي، انما مش ابقى مطرب او مغني فقط، لان التجارب الغنائيه اللي انا عملتها جوه عمل درامي، فكان اطار العمل الدرامي هو اللي بيشيل الحكايه. لماذا قبلت المشاركة في مسرحية مدرسة المشاغبين بديلاً لأحمد زكي؟ لأنها مدرسة فعلاً، أنا تعلمت أثناء أدائي لدور فنان المرحوم أحمد زكي في مدرسة المشاغبين، تعلمت في الفرقة أكتر من اللي تعلمته في حياتي التمثيلية كلها وفي دراستي في المعهد. تعلمت تجربة المسرح بشباب مشاغبين فعلاً، عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي والأستاذ النظر كان حسن مصطفى الوقت ده. أرجو يعني أنها تكون أنا استفدت منها فايدة كبيرة جدا، وكنت عضو في المتحدين وكان لازم أأدي الدور يعني. بيزعجك أنه الناس فاكرة بس أداء ودور أحمد زكي، لأنه هي اللي تسجلت وهي الناس اللي شافتها وتبعتها عبر أجيال وعبر وقت ولغاية اليوم، بيزعجك هذا الامر مع انك انت اديت نفس الشخصيه من بعد ما اعتذر هو عنا؟ لا اطلاقا لا يزعجني، لانها ظروف العمل انتاجه في الاول احمد زكي كان هو في الدور قبل مني، وهو اللي سجلت بيه الروايه ابيض واسود، ولما قعدنا العرض المسرحيه مره تانية كان بتعاد علشان تتصور الوان الفتره الثانيه،
لكن حصل الظروف اتأخر تنفيذ المشروع، وأنا انشغلت في مسرحية تانية، وعادل إمام انشغل في عرض جديد لمسرحه وما كملش استكمال المسرحية يعني. لماذا وافقت على المشاركة في فيلم قدرات غير عادية لداود عبد السيد، على الرغم بأنك تعلم بأن الفيلم يحتوي على مشاهد جريئة لنجلاء بدر؟ أنا ما شفتش المشاهد الجريئة وما كانش ليها دور فيها، لكن داود عبد السيد أنا بحترم تفكيره وبحترم أسلوبه، وهو زميل دراسة، كنا زمان في المعهد متخرجين دفعة واحدة، فهو زميل دراسة وأنا مشتغلتش معاه خالص. فكانت أول ما كلمني علشان أشارك في الفيلم كنت بلا تفكير لازم أشتغل معاه بدون تردد يعني. بدون تردد طبعا. إنما أنا ما شفتش، أنا بشوف مشاهد من هذا إذا كانت مشاهد غير مقبولة أنا ما بحبش أشارك في حاجة فيها كده، إنما أعتقد أنه داود عبد السيد مش هيعمل حاجة غير مقبولة. بالرغم أنه كان في بعض الأقاويل حول الأداء أو حول دورة، وقيل عن المشاهد بأنه مشاهد مثيرة، أنت لم ترها بهذا الشكل يعني؟ لا. لماذا اخترت فاروق الفيشاوي بطلا لفيلمك الوحيد اللي أنتجته؟ ليش فاروق الفيشاوي؟ فاروق صديق العمر وزميل الكفاح وزميل مشوار الفقر اللي احنا عشناه مع بعض من البداية. وكنت أول مثلا ما فكرت في الإنتاج كان لازم بطل الفيلم يكون من الأبطال اللي محققين قبل مني حاجات كتير على مستوى النجومية، ويكون يرضى ان هو يعمل معايا دور ما هوش البطل المطلق. فما كانش حد هيقبل ده غير صديق عمري فاروق الفيشاوي. وكل الناس كانت في الوقت ده بتشجعني في التجربة من الزملاء، وقفوا جنبي إذا كانت شريهان أو فاروق أو عمار شريعة، حتى لما عمل الموسيقى بتاع الفيلم كلها يمكن يكاد يكون ما خدش فلوس في الفيلم يعني، وأكتر من زميل جامله ويعني معلم رضا الله يرحمه، لما جيت بقوله بعد ما صور تاخد كام معلم، فقال لي عيب يا ابني ده فرح ابني ما جيش أنقط. فكانت هذه الروح هي اللي كانت السيدة في الوقت ده. حلو. لماذا فشل مشروع والدك عندما قام بفتح دار عرض سينما في بلدك أبو المطامير؟ لماذا فشل هذا المشروع؟ البلد أبو المطامير كلها عائلات تعرف بعضها، فكان لما يجي واحد جاب ولاده جاي السينما عيب إن حسين ياخد منه فلوس طبعا، فكان لازم أقول له تفضل، ولو هو أنا جاي لفلان، فكان ده سبب في ان الفيلم ما كانش بيجيب فلوس، وهو ما كانش بيعملها لوحده، كان له شركه والشركه عايزين فلوسهم وارباحهم. فما كملش المشروع، ما كملش سنه وقفلوها. كلها كانت مجاملات وتروح بالخجل وبالحياه. طبعا. قيل شريهان قالت الحمد لله انه مهنتي بالعمل شرفتني بالتعامل مع النجم الانسان محمود الجندي. كان في صدى قوية بتربطك بالممثلة شريهان، هل بعدك على تواصل مع شريهان؟ بتعرف أخبارها؟ في اتصال أنت وياها ولا مرحلة وعدت؟ لا، هي شريهان ستظل طول العمر في الذهن ومنطقة الشعور طبعا، لكن الظروف الاجتماعية بتغير طرق الاتصال بين الناس وبعضها. يكفي ما قالته، ده بيعبر عن شخصية شريهان أنها إنسانة محترمة وإنسانة عندها عشرة وفاء للصداقة، وإنها قلب كبير يحتوي إنسان اسمها شريهان. اشتقنا لشريهان على كل جدا على الشاشة. إيه الموقف اللي ما بتنسي مع شريهان؟ أنا بعرف في خبرية أنت عم بتصور مشهد فيه قبلة مع شريهان، إيه بتخبرنا إيه حيثيات هذا المشهد؟ شريهان أنا أفتكر لها المواقف الإنسانية أكتر. لا، خلينا نحكي شوي بإطار التمثيل. كان فيلم اسمه مدام شلاطة، كان اخراج الاستاذ يحيى العالم رحمه الله عليه، فكان في مشهد بيني وبين شريهان في قبله، و انا جينا نصور هذا المشهد انا حسيت بارتباك وحرج شديد جدا. ليه؟ مع انه انت مثل، لان احنا علشان احنا اصدقاء جدا وانا بحترمها جدا، فكان المشهد تنفيذه فيه بالنسبه لي انا مخجل او يعني كسفت، فطلبت من الاستاذ يحيى العالم ان احنا انه ما يبقاش فيه زحمه في البلاتو، يبقى المخرج ومدير التصوير وانا وشريان بس في الشط.
علشان يعني ما بقاش تاخد راحتك انه يبقى بابليك كده يبقى قدام كل الناس يعني. فكان ده الموقف المحرج اللي انا تعرضت له معاه. اوكي شريهان تعليقها ايه؟ آه لا شريهان كانت بتأدي دور يعني بتعمل المشهد انما بس ما كانش عندها القلق اللي كان عندك انت. يعني يمكن عشان انا فلاح شويه تربيه ريفي كان عندي هذا الخجل يعني. قلت ضممت لجماعة الإخوان المسلمين وأنت في سن 8 من عمرك. أيوة. وتركت عندما اكتشفت نشاطهم الغير دعوي. هو بالضبط بقيت معهم كم سنة؟ أنا كنت صغير يعني 8 سنين 9 سنين لغاية لما حصل أن اتهمت جماعة بنشاط غير دعوي فحصل رفض للجماعة وأنا ما كنتش يعني شايف أثناءها إن في حاجة غير طبيعية لأن كنا بنحفظ أناشيد وبنقول حاجات جميلة وكده فما كنتش شايف فيها حاجة مخالفة للقانون يعني. لكن بعد كده لما عرفت النشاطات الأخرى عرفت إزاي؟ انت ومعهم عرفت؟ لا وانا معهم عرفتش. امال سبتهم ليه؟ لما حصل التضييق على الجماعة وبدأ ايه كل حد تبع الجماعة بيقبض عليه ويحقق معاه فانا لما جم يدوروا عندنا في البيت على مين محمود الجني فكانوا يدوروا على اخويا الكبير الحاج محمد هو كان كبير طبعا وكان في الجامعة اياميها فافتكروا ان هو ده فقال لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا له محمود الجني. قال لهم لا محمود اهو يعني فلقون انا ما استاهلش ان انا اتاخد معاهم يعني. انا كنت بروح مع الجماعه لان كان في واحد صديق العيله بروح اصلي معاه فكان بعد الصلاه بنروح نحضر الدرس فبروح معاه في الدرس انما ما كنتش يعني عضو نشيط في الجماعه وكده. فكان ده سبب دوامي ان انا كانوا بياخدوني علشان لما نروح قريه من القرى اللي حوالينا اقعد انا مع الاطفال اقول لهم الحاجات اللي انا سمعتها. فده كان دوري جوه الجماعة في الفوضى بطمير. شو رأيك بانتماء بعض الفنانين لجماعة مثل محمد شومان ووجدي العربي؟ ايه رأيك؟ يعني كل واحد حر في توجهاته وما أحرره يتحملوا نتيجة إذا كانوا شايفين إن ده الصح يعني ربنا ينور بصيرتهم ويعرفوا الطريق السليم إذا كانوا هم شايفين كده لأن كل واحد حر في قناعاته يعني أنا ما أقدرش أحكم على نوايا الناس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم على النوايا انما انا ما اقدرش احكم على نوايا الناس يعني. قلت انا اؤيد ثوره 25 يناير منذ اول يوم ولم استطع المشاركه بعد ان تخطيت الستين عاما صح؟ صح. لكنك نزلت وشاركت بثوره 30 يونيو لان خفت على ثوره يناير كنت خايف على ثوره يناير وكنت عايز المساله تتصلح. اسبابك ساعتها اختلفت. لا اختطاف الثورة والنتائج اللي كنا منتظرينها لما اختطفت حسينا بإحباط وقلنا مش ممكن تتكرر مأساة النكسة مرة تانية فحسيت بأن تقدر ما تقدرش لازم تنزل تشارك حتى يعني كنا ماشيين كنت أنا والأستاذ عزت العلايلي وكلنا كبار في السن لكن لقيت الحماس من ماشينا مشاوير طويلة جدا وما حسيناش بالتعب ولا حاجة من حماسنا للحفاظ على ثورة يناير. هل اتهمت بمرحلة من المراحل أنك تنتمي إلى جماعة الإخوان؟ أنا ما لحقتش أعيش في الجماعة. لا فكري يعني الفكرة يعني بشكل عام يعني غير الفترة أنت وصغير حتى لما ارتديت أو كنت ملتزم دينيا أكثر من السابق أو أكثر من زملائك هل هذا الشيء وضعك في منطقة معينة وكأنك تنتمي إلى هذا التيار المتشدد؟ لا أنا عمري ما أحب التشدد. أنا كنت دايما حريص مع الوسطية لأن لما قريت شوية عرفت أن الوسط هو الأقوى يعني وسط الشيء أقوى من أطرافه فبالتالي الوسطية هي أقوى من أن أنا أكون متشدد أو منحاز يمينا أو يسارا. بغض النظر عن موقفك أنت الناس كانت فاهمة الحتة دي الناس يعني ولكن عندك دايما تبرير لهذا الموضوع
لا انا ما فهمتش. كنت في قفص الاتهام يعني كنت بحس انه انا يعني في ناس قالوا نزل على الثوره يعني اعتذر عن الثوره الاولى وشارك بالثانيه وكانه بده يبرهن للناس انه انا ضد الاخوان يا جماعه. لا اطلاقا وانا جاش على بالي هذا خالص. لا انا كان حماسي للثوره 30 ان ثوره يناير خفت عليها لا الناس اللي استشهدوا كل الثوره دي تتم يروح دمائهم هدر يعني. فكان لازم يكون في تصحيح مسار وكان حماسي اكتر لان ربنا بعت لنا شخصيه زي الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بهذا الاخلاص وبهذا الصدق اللي وصل بيه لقلوب الناس انه لازم نقف جنبه ونكمل معاه المشوار. اوكي قلت أنا سبب إلحادك هو أن الخطاب الديني في هذه الفترة لم يعد مقنعاً وكنت تجد كلام الملحدين أكثر اتساقاً مع العصر الحالي. ما الذي تغير فيما كنت تراه؟ لا هو ما كانش تأثير خطاب الديني فقط، هي كانت المسألة مسألة المراهقة الفكرية. إن مرحلة بيمر بها الإنسان بيسموها في علم النفس قتل الأب أو البعد عن الطواطم والحاجات الثابتة. فكانت تمرد على ما هو مألوف. مرحلة المراهقة دي خلتني أبحث في أماكن أخرى غير المألوفة والمعروفة. فكان الغير مألوف إيه؟ إن الإنسان يبقى ضد الفكرة السائدة أو الناس كلها فيها. فهي دي كانت المرحلة اللي جذبتني لأن أنا أسمع كلام مغاير ومختلف واقرا في اماكن في حاجات مختلفه عن مين اللي عرفك على هذا العالم بسن المراهقه؟ هو مش حد محدد، هي كانت زي ما تقولي موجه او هوجه يعني دايما بتبقى في السن ده بيبقى يعني دي موضه التفكير. ولعدم قوه الخطاب الديني السليم في الوقت ده بيتسرب من القافلة الضعفاء أو اللي ما عندهمش حصانة بيقعوا في حبال الانحراف إلى التشدد أو إلى الرفض. فهي كانت المرحلة كانت عدم اتزان فكري يعني. بس مرحلة كانت طويلة صح؟ لا ما كانتش طويلة قوي. ليه؟ يعني لأنها كانت مرحلة البحث دي كانت ما تعدتش سنتين ثلاثة. ما طولتش معايا الحمد لله. أنا بعرف وحسب ما سمعت أنه أثناء الحريق اللي أودى بحياة زوجتك رحمها الله كانت من ضمنهم المكتبة الكبيرة اللي احترقت. أيوة. فأنت بينك وبين نفسك حسب ما عرفت أنه كان عندك إعادة تفكير في الكتب اللي راحت اللي كانت تدعو إلى الإلحاد أو تقنعك بالإلحاد أكثر. بالضبط. يعني كانت هذه الفكرة بعد مستمرة معك لحين حصلت هذه الحادثة صح؟ ما هي دي الفترة يعني يمكن دي كانت الشرارة أو أنا ما سميها الرسالة الواضحة اللي شهرت لي على أن خلي بالك أن أنا لما نزلت أشوف النار في تحت في البيت لقيت المكتبة بتولع والركن اللي فيه الكتب دي هو اللي قدامي متوهج جدا. فدي كانت الرسالة اللي هي أدي اللي أنت مقتنع بيه بيولع قدامك لو جدع طفيه أو حاول تنقذه يعني. وأنا كان لا حول لي ولا قوة ساعتها ما أقدرش أعمل حاجة. فدي الرسالة اللي نورت بصيرتي إلى أني أعيد تفكير مرة أخرى في طريقة تفكيري وأسلوب حياتي. لأن الأصل أو التربية الأولى اللي النقش على الحجر دي في الصغر هي اللي ثابتة دايما جوانا. إذا كان بيحصل عليها تغيرات فبتبقى تغيرات وقتية لكن الأصل بيعود مرة أخرى للصواب. فكان اللي جوايا الفطري أو اللي أنا تربيت عليه الإيمان المطلق. ما كانش ينفع أنك أنت تنحرف بتفكيرك وتستمر فيه على طول. فكان لازم تيجي رسالة تنور للطريق مرة تانية. كيف عاد نمى هذا الإيمان عندك؟ نعم كيف نمى هذا الإيمان مجددا عندك؟ يعني من الإلحاد إلى الإيمان. يعني أنا بشوف أمامي شخصية متطرفة بعد الشيء يعني يا بروح على الإلحاد للآخر يا بلبس الجلباب وبروح زي الإسلامي على الآخر.
زي ما يعني بالنسبة للبعض فيها نوع من الإكستريم مثل ما بيقولوا. أيوة. أو التطرف إلى الآخر. أنت هكذا؟ لا أنا ما أعتقدش ده. أنا أقول لحضرتك التفسير اللي أنا فسرته بيني وبين نفسي إن المسألة كانت مسألة إيه؟ شك. الشك اللي ولدته قلة الثقافة وفقر المعرفة في الفترة الأولانية خلاني أفكر في الشيء اللي الضد اللي ريحني. لكن ده ما يدومش كتير بالبحث علشان أوصل إلى إن اللي أنا فكرت فيه ده مظبوط. دورت، فلما دورت لقيت اليقين في الـ في الـ في الإيمان الصح، ولقيت الدلائل أكتر في الناحية السليمة في الالتزام. يعني لأن كل ما في الكون بيؤكد وجود الله سبحانه وتعالى وبيؤكد صدق الرسالة، فمفيش ما لقيتش فيه ما يشكك في ده. فدايما المعرفة بتخلي الإنسان يقف على الطريق الصح. نعم. والمعرفة والعلم هما اللي بيأكدوا الحرية. يعني سؤال آخر. قلت كنت أعيش حياة بالطول والعرض مع شلة من أصدقائي من الوسط الفني. وكنت أصلي سرا في بعض الأحيان حتى لا أتهم بالرجعية. نعم نعترف. كانوا أصدقائك يعني إذا شافوك بتصلي أو متدين بعض الشيء كان في تريقة بالموضوع؟ كان مش السلوك العام بتاع المجموعة، وكان يعني مش معقول نبقى قاعدين مع بعض قاعدة أنس وانت قايم تعملينا فيها شيخ، فكانت هتبقى منتقدة جدا. لكن أنا بيني وبين نفسي دايما كنت قبل ما نام لازم أقرأ قرآن، تعودت على كده، أصلي في بعض الأحيان لما تفتح الفرصة، لأن مش عارف أعمل ده قدامهم. فطبعا لكن بعد كده بدأت زي أول الإسلام ما بدأت أجهر بيه بقى بعد كده لما تيقنت إن أنا على صواب. وإن اللي يفهم يفهم واللي مش عايز يفهم إن شاء الله ما فاهم. وخسرت من هالأصدقاء من الشلة، شلة البسط والانشراح، خسرت منهم فيما بعد؟ لا بالعكس، هم يعني معظمهم حب مني ده وشجعني. لكن لكم دينكم ولا دين، يعني كل واحد حر في طريقته في الحياة وفي تفكيره. قدرت تغير تفكير حد؟ أنا لا أدعي، إنما أنا كنت يعني كنت عايش مع نفسي وبتمنى إن أنا أبقى قدوة. بتمنى إن حد يشوفني. في حد أثرت عليه من هذه الشلة وأخذ شوي خطك وطريقك؟ أنا لا أدعي الشرف ده، يا ريت كنت عملت كده، إنما يمكن ناس أثرت لكن أنا مش عارف مين. ارتداء الفنانة سارة سلامة هوت شورت بمسلسل ابن حلال كان له مغزى، وأنك لست ضد الإغراء. ما هو مبرر الناس في الهجوم الذي قيم على سارة؟ أنا مش عارف، ما حدش قال لي المبرر بتاعه، ما حدش قال لي الناس بتهاجم ليه. لكن الشيء إذا زاد عن حده بينقلب إلى ضده. إذا كان الغرض أولاً أنا ما كنتش مشارك في الأجزاء دي خالص، أنا كنت في منطقة تانية. بس أنت 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 مدافع عن الموضوع. مدافع عن موضوع الهوت شورت. الهوت شورت. الإيه؟ الهوت شورت. أصله ما كانش مثير للغرائز، يعني ما كانش بيستخدم بإثارة غرائز. أنا ما شفتش فيه إثارة غرائز، إنما شفت إن ده تعبير عن فئة معينة كانت عايشة كده، فكان لازم يبان بالطريقة دي. ما كناش مثلا بنبين الشكل الغرض المشهيات او الجذب بيتعمل ده عشان كده، ما كانش الغرض منها المشهيات المسلسل يعني، لان الموضوع اعتقد انه كان متكامل ما كانش محتاج المشهيات دي. كان مشهد صغير ممكن نشوفه. خد مثال في المسلسل بتاع ابن حلال. كان فيه البنت اللي بتلبس هوت شورت ما كانش بيحصل عليه تركيز وقت. طيب هو مجرد ان احنا بنقول الناس دي عايشه ازاي او شكلها باللبسهم كان يبقى ازاي. لكن بمشيش انا مع الشورت مشوار بالكاميرا عشان اخلي غرائز المتلقي تتحرك. انما مجرد انه بعمله كاتموسفير المكان فيه كده.
البواري، وبعد كده ما بركزش على ده، انما العري اللي حضرتك بتقصده اللي هو بيثير الغرائز هو ده الغير ده مرفوض. ده مرفوض طبعا. يعني كلامك هو هو ما تغير، نفس التفكير ونفس القناعة. قلت نعيش كارثة وضعت مصر في مأزق على مستوى الإعلام، وبعض الإعلاميين لا يعرضون موضوعات إلا إذا كانت ساخنة ومثيرة. من كنت تقصد من هؤلاء الإعلاميين؟ بعض المذيعين اللي بيصروا أنهم يعملوا ده. مين؟ زي مين؟ لا أنا بحبش أقول أسامي، لأن هم بيصطادوا في الماء العكرة، وهيحاولوا يعملوا إثارة أكتر لما أنا أقول فلان الفلاني. هو عارف نفسه، والمذيع اللي بيعمل ده عارف نفسه. لا، في ناس ما بتعرفش نفسها على كل فكرة. لا، بالتلفزيون الناس على فكرة بتلقط كويس جدا. لا، مش عم بحكي الناس، انه المذيع ممكن ما يعرفش نفسه يقول انا عم اقدم مادة مثيرة للجدل، انا بدي اوضح امور للرأي العام، يكون طريقة تفكيره تختلف عن تفكيره. واذا كان مش عارف نفسه تبقى المصيبة اكبر. يعني هو المصيبة انه ارتكب الجرم ده، والمصيبة الاكبر انه مش عارف انه بيعمل كده. انما كل واحد يراجع نفسه ويشوف هو بيعمل ايه. هم اكثر في المواضيع السياسيه بتقصد ولا بالاجتماعيه؟ اي فئه من الاعلاميين تتكلم؟ في الاكثر في المسائل الاجتماعيه. انه يختار فضيحه معينه او شيء حادثه معينه فيها شبهه الاثاره وفيها فضيحه علشان يبروزها ويضيع فيها وقت لمناقشتها المدة الطويلة. هو ده الشيء المرفوض، يعني اللي أنا بعتبر أنه تأثير سلبي للإعلام على أخلاق الناس. إيه الحدثة اللي سمعتها مؤخرا وقلت أنه مش لازم تتضخم بهذا الشكل في الإعلام؟ حوادث كتير، حوادث تخص شخصيات في المجتمع. زي مين؟ اديني مثل. يعني حاجة قلت لا خلاص مش لازم نتكلم. طب ما اقول لك البرنامج والمذيع على طول بقى بالمره، يعني اذا كنت عايزه الصراحه المباشره. يعني انا اعترفت بان انا قلت هذا الكلام وان انا ما زلت مصر عليه، لكن انا دايما بحب احتفظ وما بحبش اسيب حرج للمخطئ، علشان ما يعني ما ازيدش الطين بله واجرحه اكتر. يعني يكفي ما ارتكبه من جرم وهيتحاسب عليه، فما بحاولش ان انا كمان ازوده. يعني هو وصلت تقريبا، يعني وصلت بس مش بالاسماء. طيب، قيل سبب طلاقك من الفنانه عبله كامل تحفظاتك على الادوار اللي كانت تظهر بها، مثل افلام خالتي فرنسا وكلم ماما وسيد العاطفي، وطلبتها بالتخفيف من قبول مثل هذه الادوار والشخصيات الا انها رفضت. ما هو تعليقك؟ هذا الكلام عاري من الحقيقة تماما، مع احترامي الكامل للفنانة عبلة كامل كزميلة وصديقة. ده شيء يخصها، وأنا ما بحبش أتكلم في مواضيع تخص حد مش موجود، أو الكلام يخصنا أنا وهي. ما قالوا عليها يعني؟ لا، ما لوش علاقة خالص الكلام ده. هل أنت من طلبتها بارتداء الحجاب؟ لا، هي اللي طلبت، هي اللي اختارت. هي اللي اختارت. كنا في الحج وقالت لي، وهي راجعين من الحج قالت لي انا مش هقلع الحجاب تاني. قلت لها انت حره، انت ده قناعتك الشخصيه، بس تبقي مقتنعه ان ده نابع منك، مش هتحاولي تغيريه تاني. ده كان كل طلب، انما تقبلي ايه وما تقبليش ايه ده حاجه خاصه بيها هي. هل نشات اي غيره فنيه بيناتكم؟ يعني تاخدي بتشيلي ادوار اكتر مني، بتاخدي ادوار اكتر مني، في هذا الكلام بيناتكم حصل؟ لا اطلاقا، ما حصلش ده خالص. قدمت برنامج الكاميرا الخفية على التلفزيون المصري في التسعينات. شو رأيك ببرامج المقالب اللي بتتقدم اليوم وبرامج الكاميرا الخفية؟ أنا كنت بقدم كاميرا خفية من منطلق أن كل حلقة تتكلم عن قيمة من القيم المفقودة في المجتمع، علشان أكد عليها، وحتى كنت بقول حكمة أو آية قرآنية في آخر الحلقة. كان ده الغرض من الكاميرا الخفية، مش الغرض منها العبث بمشاعر الناس أو الضحك على ضعفهم. ما كنتش أقصد ده خالص، وما كانش ده الغرض من البرنامج. يعني اللي بيحصل اليوم بيضحكوا على الناس وبيلعبوا بأعصابهم ده شيء غير مقبول نهائي، لأن حتى لو تابعنا كاميرا خفية الأوروبية أو برامج التلفزيون الأوروبي هنلاقي فيه خف الظل وفيه استلطاف بين الناس وبعض. إنما مش إن أنا أستغل إنسان
بسيط عشان أعرضه الموقف أضحك عليه فيه. فكنت دايما أحاول كل حلقة يبقى لها قيمة أكد عليها، الأمانة، الادعاء، المعرفة. لا بس حتى ببعض البرامج كمان اللي بتتقدم بالغرب في هذه النوعية من اللي تحدثت عنها حضرتك كمان، في نوع الرعب، ممكن نستغل إنسان نشتغل عليه على نقاط ضعفه، نبرز نقاط ضعفه. يعني لا، اللي بيخش المنطقة بتصير. دي يبقى برفوض برضو. يعني مش عشان هو أوروبي يعمل اللي هو عايزه، يعني هو أنا أتفرج عليه. لماذا لم نراك في مثل هذه النوعية من البرامج؟ لا يطلب منك المشاركة أو بيحصل لا. إيه؟ أنا توقفت عن المشاركة في هذا النوع، وحتى برامج المقالب اللي بتتعمل مع فين كنت برفض ان انا اشارك فيها، لانها منطقه انسانيه ما يجبش ان اتعرض كشفها للناس في موقف الفنان ما بقاش جاهز له. يعني ما بحبش اللحظات دي، فانا بعدت تماما عن المنطقه دي. راح نردك نحن للمنطقه القديمه ونشوف هيك مشهد ولقطه بسيطه. من السؤال هتجاوبه صح هتكسب فيه 100 جنيه. السؤال الاخير، السؤال الرابع، عشان تاخد كل ال 300 دول وعليهم 300 كمان لازم تجاوب السؤال الرابع صح، والا يضيع عليك ال 300 الاولانيين. ايه رايك؟ موافق. طيب أوكي. خلي الحصاله في ايدك بقى. السؤال الاولاني، انت طبعا سمعت عن حاجه اسمها الفسيفساء، سمعت عنها؟ سمعت طبعا. طيب ايه يا ترى الفسيفساء دي؟ نوع من الامراض الفسيفساء، هل هي نوع من الامراض اللي بتصيب البشره بالفسافيس، ولا هي اكله شعبيه في الاسكيمو، ولا هي مرض بيصيب المعده؟ الفسيفساء انت سمعت عنها طبعا. ايه بقى هي الفسيفساء؟ هي اكله شعبيه في الاسكيمو. اكله شعبيه في الاسكيمو. برافو عليك. برافو. وبالتالت يا حرام لما يجاوب صح يخسر. يعني هي طبعا ايه، ده كان الحلقه دي عن ادعاء المعرفه، انك ما تتكلمش عن شيء انت ما تعرفوش. يعني ما تفتيش، ما تقولش حاجة انت مش عارفها، او ما تفتيش. اللي بعده، قيل انا سبب زيارتك للعراق لدعم الشيعة مقابل مبلغ مالي كبير. الناس بتاخد تبرعات، انا رايح اخد منهم مبلغ ازاي يعني؟ يعني ده كان ضمن برضو ناس غاويين فرقعة وزيطة عايزين يكبروا الحكاية. أنا رحت بدعوة من. طب لماذا ارتديت زي الجيش العراقي؟ عجبني اللبس ده. وأنا أساسا كنت في، قضيت مدة طويلة كحياة عسكرية، وكان كنت حابب أن أنا أكون حر الحركة وكده، وأنا كنت لا أعرف إيه هم الشيعة، ولا أعرف ولا ليه علاقة بيهم. أنا رايح للحج الشعبي اللي هو الجيش الشعبي اللي كون فيه كل طوائف العراق، وتعاطفه مع شعب العراق، الشعب الصديق اللي في محنة محتاج إلى ناس تقف جنبه. فكنت رايح أتعرف على ما هو تكوين الحج الشعبي وبيعملوا إيه، وكون إزاي الحج الشعبي وإيه نشاطه. انما لا كان ليه علاقه بالشيعة، ولا اعرف حد ولا في مبالغ ماليه ولا غيرها من التفاصيل، ولا ايه مبالغ ماديه وماليه. الناس بتاخد تبرعات. بقول لحضرتك طيب، هل صح انك قلت انك حزنت على مقتل جنود العراق اكثر من المصريين؟ انا قلت كده من ضمن التصريحات ومن ضمن المكتوب بالسوشيال ميديا. لا برضو تحوير للكلام، انا ما قلتش كده. لا، لان العراقيين اثناء حرب الاستنزاف او في 67 كان موجود من الجيش العراقي ناس بيحاربوا جنبنا. شوف العنوان، العنوان بيقول حزنت على مقتل جنود العراق اكثر من المصريين. لا، عاري من الصحه تماما، وعيب عليا ان انا اقول كده، عيب ان انا اقول كده، ما صحش يعني. لان مهما كان في مشاعر المصريين، مش عشان اروح اجامل العراق اقوم اخسر وطني واخسر بلدي واخسر ناسي. لا، ما ينفعش. انا تعاطفت مع المجزره اللي حصلت في العراق، صحيح تعاطفت مع شكل القتل البارد بدم بقلب بارد ده، تعاطفت مع الشكل القسوه اللي كانوا بيعاملوا بيها الناس، انما مش معنى كده ان انا احزن عليهم اكتر من المصريين.
أنا حزنت عليهم زي ما حزنت على المصريين. السؤال اللي بعده، المخرج جمال عبد الحميد قال موقف السقا الخايب من مسلسل كرم الجن أصاب محمود الجندي بالاكتئاب عشان هو رفض يمثل في هذا العمل اللي كان مفترض يكون من تأليفك، هذا الأمر أصابك بالاكتئاب، هل هذا الكلام صح أم خطأ؟ وفي جزء منه طبعا صح، لكن أنا لم يصيبني بالاكتئاب ولا حاجة، أنا بس زعلت إن هي الظروف حكمت على أحمد إنه يعمل موضوع آخر غير الموضوع اللي إحنا كنا متفقين عليه مع الشركة المنتجة، وكان بالتالي الموضوع ده ما يتعملش غير بأحمد، وكان أحمد ظروفه مع الشركة المنتجة لا تسمح بإنه يعمل ده، فهو ظروفه فرضت عليه كده، فأنا يعني التمس له العذر وانتهى الموضوع، انما انا مش كنتش عايش على المسلسل ده ولا ما صار عندك حاله حزن دايقت. كبير لا اتضايقت طبعا، اتضايقت لانه كان حلم ان انا احقق فيه، يعني حلم انا بقى الموضوع ده كنت شغال عليه من مده طويله، ولولا حماس احمد لما جه عرف الموضوع ما كانش هعمل فيه بقيه الجول. وما في اي ممثل تاني ممكن كان يلعب دوره؟ كان محتاج شكل اخر، يعني ايه محتاج، لان انا كنت بكتب الموضوع وانا عارف مين الممثل، عارف ان ده احمد، فكنت ما ينفعش ايه تعمل الموضوع وتقول تلبسه لمين في الكتابه، نوع من التاليف كده، ما ينفعش ان انا اعمل الموضوع واقول البسه لمين، بيتكتب لفلان. انت كاتبه خصيصا لاحمد؟ بالظبط. قلت ناس ماتت وناس مستقبلها ضاع في الخدمه العسكريه عشان حرب اكتوبر الذي لم يفيدهم في شيء، واللي بيسرق لسه بيسرق، واللي بينهب لسه بينهب، هل انتهى عصر الفساد مع مبارك أم أن الفساد ما زال مستمر؟ الفساد سلوك شخصي وهو عيب ضعف بشري بيصيب بعض الناس، والضعف البشري مش هينتهي إلا بانتصار الأخلاق وإعادة سيطرة الأخلاق السليمة أو الأخلاق الحميدة على الناس مرة أخرى، والأخلاق الحميدة مش هتتحقق إلا إذا تغير نظامهم وشكل نظامهم الاجتماعي. إذا الإنسان لقى طلباته ولقى متطلباته في الحياة اللي تعيشه بكرامة هيحاول يعيد مرة أخرى التعامل بالأخلاق. فالفساد ده شيء ضعف بشري بيصيب الناس زي أي فيروس تاني، فمش هينتهي بيوم وليلة بحكم يعني. إنما ينتهي إزاي؟ ينتهي بإعادة الأخلاق مرة أخرى والتعامل بيها بين الناس وبعضها. شعارات كبيرة يعني، شعارات كبيرة، نشوف إزاي تتطبق يعني. لا هي 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 مش صعبة المنال ومش صعبة التحقيق، سهل جدا إن احنا زي ما بنعمل أسبوع المرور أو أسبوع النظافة، كل الناس بتنزل تعمل تشيل الحاجات اللي قدام البيوت وتعمل نظافة، نعمل فترة للأخلاق، تعالوا نتعامل بالأخلاق للفترة الأسبوع ده، كل إنسان يتسامح، كل إنسان يمارس الحياء، ما يعملش ما يخجل الناس، يعمل الخير، يشوف يتفائل بالخير، يبحث عن الحسن عشان يجد الأحسن، لو تعاملنا مع بعض بالأسلوب ده الفترة هنتعود عليها ونتمرن عليها مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير، قلت ضعف الأجر اضطرني للاشتراك في 6 مسلسلات في عام واحد، هل تعتقد أنه ليس عدلا أجور الفنانين الكبار مقارنة بالملايين التي يحصل عليها الشباب؟ ده رزق، أنا بعتبر أن ده رزق ونصيب. هو الممثل الصغير لما بدأ، احنا اشتغلنا ايام ما كان النص ساعه الحلقه ب 8 جنيه وب 12 جنيه وكان ده اجر مرضي جدا بالنسبه لنا، فكنا قانعين. لما مسائل الاجور بدات تزيد احنا ما زودناش بمغالاه، لكن كان اللي بيجي جديد بيطلب الاكتر وكان بيتحقق له، لان المساله بقت مساله. بس دي حاجه بتزعلك يعني، انه تعبكم وسنين وشقاكم اليوم؟ التأكيد بيزعلني، التأكيد بيزعلني جدا، بيزعلني ان مفيش تقدير للتاريخ ده ولا للخبرات القديمة دي. يعني أنا بشتغل بقى لي 50 سنة في المهنة دي، لما ألاقي نفسي بعد 50 سنة، لأنهم الكارثة إيه، إن في الإنتاج أو في أثناء التنفيذ
النجم بيتعامل او الممثل بيتعامل حسب اجره. اللي بياخد فلوس كتير بيبقى طلباته مجابه الاول، بيبقى في احترام لمواعيده، احترام للاوضه اللي هيقعد فيها، لكل التفاصيل بقى. فده بينعكس بالتالي على الناس الكبار اللي زينا، ان احنا بقينا كومبارس او بقينا اكسسوارات بتكمل بيها المسلسلات وخلاص، لكن ما فيش تقدير لهذا التاريخ. فطبعا ده شيء بيثير جدا غضب الواحد ويخليه مش مبسوط يعني. ولا تستطيع ان تتوقف؟ لا استطيع طبعا، لان ما حاولت اكتر من حاجه ان انا اعمل كذا مشروع فشلت، لا الانتاج ولا الاستوديو ولا حاجه قدرت امشي فيه، وما اعرفش افتح حاجه مشروع تاني ما فهمش فيه. وانا ماليش غير المهنه دي، اللي حس انها ده دور عليا وانا مؤهل ليه وربنا فرض عليا ده علشان افيد بيه الناس. يعني حسب بذكر كمان عدة حوادث ومطبات بحياتك بما فيهم الاستوديو الخاص فيك اللي احترق واللي خسرت فيه كمان جنى عمرك من فلوس، ما اقدرش اغير نشاطي. فحظل طبعا اشتغل بروح الهوايه. انا كل اللي عملته ان انا بدات اتوجه نشاطي في اتجاه اخر، الخدمه الاجتماعيه. ان انا بلدي اللي انا اتولدت فيها ابو المطامير بدات امارس فيها هذا النشاط مع مجموعه من الهواه، بروح لهم في الشهر مره او مرتين، بعمل لهم فريق تمثيل وبعمل لهم مكتبه للثقافه وكده. نعم. ولقيت ان ده الدور المهم اللي هيقعد عليا بخير اكتر من ان انا ادور على عمل اكسب منه فلوس. نعم. محمود الجندي، اسئلتنا انتهت عند هذا الحد، واصبح لدينا التقييم النهائي. مستعد؟ يا ريت، ده اللي انا مستنيه. محمود الجندي، انت هادئ ومتزن، السنين الطويله والاحداث التي مر بها علمته، اي انت، انه لا يوجد ما يستحق ان يخسر مبادئه من اجله. عنده حاله من القناعه تساعده على فهم الحياه، تعلم كيف يسيطر على عيوبه وأن يقبل ما يحكم به القدر بكل صبر. بداخله مشاعر عميقة لا تخرج بسهولة، وتحتاج لجلسات وجلسات طويلة يحكي فيها دون أن يقاطعه أحد، حتى يتمكن أن يفصح عن كل ما بداخله. أشكرك، بس أرجو أن الجلسات دي تكون معك أنت، لأن اللي بيستخلص الحوار أهم من اللي بيتكلم. شكرا وتسلم كتير لحضورك معنا. أهلا وسهلا فيك محمود الجندي. رح أدعيك لو سمحت تتفضل جنبي هنا علشان توجه كلمة أخيرة للناس اللي بيحبوك، جمهورك. أشكرك. أشكرك. أنا اللي عاوز أشكرك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. تفضل قرب مني سنة شوية. هي دي الكاميرا بتاعتك. مساء الخير. أرجو أن أنا أكون عند حسن ظنكم، وبقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. إذا كنت أخطأت أو كنت في صورة مغيرة اللي أنتوا رسمينها لمحمود الجندي، أرجو النهاردة بهذه الحلقة أكون قربت من اللي في ذهنكم عني. وأتمنى أن يكون إجاباتي ما كانتش أو ردودي على الأسئلة ما كانتش بعيد عن واقع ما قلته من قبل. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وزي ما قلت إن صدق الموضوع والغرض منه إن احنا نقدم مثل للشباب الجديد، الشباب الصغير، إنه يتعلم كيف يحافظ على مبادئه ويعيش من أجلها مهما كلفه هذا من عناء وتعب. شكرا لك. شكرا. ويسلم مقدم. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نشكر متابعتكم، وإلى اللقاء مع ضيف أو ضيفة أخرى من 100 سؤال.